السلام عليكم. هذا يا اخوان طيور جديدة نخل. حبات حلوة بالصلاة على النبي. وحولي بتجنن بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لصاحب النصيب. حبات بسم الله ما شاء الله موجودة عند محل أبو جابر للطيور والأعلاف في القويسة. حبات بتجنن ما شاء الله عليها وسعرها مرتب وان شاء الله ما بنقصر مع اي حدا حابين نكسب زبون للمحل.